أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا قرة العين في الأهل والمال والولد، وهب لنا قرة العين يوم القيامة بالنظر إلى وجهك الكريم، إنك على ما تشاء قدير. نمضي وإياكم في هذه السلسلة والموعظة اليوم، نتابع الأساليب التربوية الغير ناجحة التي ثبت تربويا عدم نجاحها في تعامل الآباء مع الأبناء. أول شيء، امبارح حكينا عن المبالغة في حسن الظن، اليوم في شيء هو نقيضه، هو المبالغة في سوء الظن. يعني دائما الأب أو الأم يظنون ظن السوء بالولد، لا عامل هيك، ويكون ربما يعني في احتمال 5% أو 20% أو 30%، هذا بيصير عنده عقد، لا فعلت هكذا. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. الأمور الوسط، المتابعة، في شيء اسمه في التربية، والنبي عليه الصلاة والسلام اتبعه، اسمه أسلوب غير مباشر في المراقبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحد بما يكره. يعني أنا ما بجيب الولد وبعمل له قتلة بمجرد ظن. هلا دائما بالقانون بيعرفوا الأساتذة القضاة والمحام والمحامين، في شيء اسمه الظنين، هذا يعني بيحطوه على ذمة التحقيق مدة معينة، ما بيجوز أنه يتوقف أكثر من هيك، لأنه الأصل أن يكون الإنسان بريء وليس متهم. أن يأتيك الظن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنه ابنك عم يدخن، يمكن يكون هو من بعيد والكهرباء مطفية، حاطط له شيء سواك، فيأتي الأب ويضربه، وربما يكون هناك مما لا يحمد عقباه. المبالغة في سوء الظن، ما أعرفك وشو عم تفتح على وسائل التواصل، قد يكون الإنسان يعني لم يصل إلى هذا الحد. أتمنى من الآباء أن يكونوا في النقطة الوسط بين هذه وتلك. الأمر الثاني، وهو مكوث، حبلش بالأم، مكوث الأم فترة طويلة خارج البيت. يعني قلت لحالي شو بدي فندها أو سميها، معليش يعني من باب التعليم، يعني الأم اللي بسموها التي تخرج كثيرا، التي لها صويحبات، التي لها يعني هوس في التسوق. طيب من الأولاد؟ من الأولاد؟ نحن بزمان كان الواحد يعيش عند يعني أمه، فربما لو ذهبت يعني أمه، يعني في أولاد، يعني الأولاد يبقون عند جدتهم عند خروج الأم. هلأ ما في حدا، كان الزمان ما كان فيه الوسائل التواصل حتى الإنسان يضيع هالضياع. كان أكثر شغلة يساوها الأولاد في البيت أنه يقرشوا ويعني خربطوا بعض الأمور. هذه الأم، في ناس الله عز وجل قال وقرن في بيوتكم. روحوا شوفوا الأسواق الآن يا أخوان الكرام، مشان قطعة قماش تشتريها أنثى واحدة تجلب معها 10، مستشار أول، مستشار ثاني، مرافق، يعني مسميات. عجيب بيتك، عجيب بيتك، تابعي أولادك، أولادنا بحاجة إلى متابعة. الولد بالأدب اللي لازم ياخده في رمضان، نحن هل حببنا أولادنا بالعشر الأواخر؟
تعرفوا يا أخوان الكرام 90% من أولادنا لا يعرفون شيئا عن العشر الأواخر في رمضان. حدا هيك بيسأل عن ليلة القدر يعني يقول لك ليلة القدر وين تصلي صلاة الحاجة يعني حتى كمان إمتى يعني آخر شيء ما يعرف شيء. أين الأب أين الأم؟ الأصل الأم هي المدرسة. حتى مجيئها إلى المسجد إذا كان ما لضامن للأولاد أتوا معها وأن في خروجها إلى المسجد ضياع لهم، أن تصلي في بيتها خير من أن تصلي في مسجدها. نداء إلى الأمهات إلى الأخوات إلى البنات إلى كل من هو مسؤول، قد تكون أخت كبيرة هي مسؤولة عن التربية. المكوث خارج البيت فترة طويلة وترك عاتق التربية على الطرف الآخر هذا يسبب يعني انهيار في التربية. هل الأب يعني الأصل أن يخرج والأصل أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل، والأم هي التي تتحمل، لذلك كان لها أجر الأمومة ولها أجر البر في الدنيا وفي الآخرة. الأب مع ذلك الأب يجب أن ينسق مع الأم، وإلا يعني ضاع هذا المجتمع. نحن أولادنا ضايعين، ما في قيم أيها الإخوة الكرام. هل أنا أبوه بسأل نفسي طيب يعني إذا أبوه معني ربي مين بده يربي؟ هل يعني مثلا إذا أتى إلى المسجد هل منوع صلاة الفجر نحن متحملين فوق طاقتنا وحوالي يعني 300 شاب 10% غير منضبطين غير منضبطين ركض في المسجد ويعني أروجة وشيء يعني، لكن كله من أجل الله. نحن وين آباؤهم؟ وين أمه؟ هل علمته في البيت؟ والله لو علمته في البيت كيف يجلس وكيف يمشي وكيف يقعد وكيف يقوم لكان ظاهرا على سلوكه في المسجد وفي الطريق. أنت اللي عم تروحي، أنت يا شطاطة اسمها الشطاطة تشط من مكان إلى مكان. لماذا؟ صار البيت عبء، عدي في البيت. أمهاتنا دخلوا إلى البيوت وما خرجوا إلا لحاجة كبيرة، هذه في البيت. الأصل في البيت، بتروح وبرمضان وبالشوب وبالحر. ليه؟ لأنه ما في شيء يشغلنا بطاعة الله عز وجل. الأم خروجها من البيت يعني إذا كان الرجل اتصل تليفون، أنا اليوم بدي أطول شوي بس سامحوني معنا يعني تلاوة كتير، هذا موضوع هام. هل إذا كانت الأم موظفة يعني هاد يعني الشيء يعني الله يعين الأولاد في ظروفه قاهرة، بس إذا كان الأب موظف والأم موظفة أو تعمل إن هذا لهو البلاء المبين. مين دربيه؟ ولا تفرحي إنه بدك تروحي تدرسي بجامع قبل ما تدرسي وتروحي تعملي لي أستاذ وأستاذة وأنسي على طلاب على يعني أولاد الناس. كوني أستاذة على أولادك، علموهم الخير وأدبوهم على ثلاث خصال: حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن. الأمر الثالث هو الغفلة، وهذا متعلق بما قبله، الغفلة عما في أيدي الأولاد من وسائل تواصل وشاشات تلفزة. ما يعرفون، شو تقول له؟ إنه أولادك ضايعين، مثل ما حكينا امبارح حسن ظن هو يعني الغفلة غفلة. لك مو معقول إنه يعني يساوي شيء ما في شيء، أولاد مربيين وكذا وأوادم وكذا. مين قال لك؟ غفلة، الناس في غفلة عما يجري. لذلك المراقبة والمتابعة. أعيد ثلاث أشياء: ما بدنا مبالغة في إساءة الظن، ولا نريد أن يمكث الرجل وأن تنكث الأنثى خارج البيت لأكثر من اللازم. ضرورة تقدر بقدرها يا أخي، تروح نص ساعة ساعة زيارة لوالدها لوالدتها عند مجلس علم
حتى لا تثقل عاتق الطرف الآخر. وإن احنا بأزمة هلا ولا في خدامات ولا هم يحزنون. شوفوا ببلاد أخرى مين بيربي للولد؟ أم الخدامة. يتعلم لغتها، يتعلم أخلاقها، يتعلم سلوكها، يأخذ منها كل شيء، حتى تراها إذا أرادت أن تسافر تعلق بها أكثر من أمه. بصير عنده مشكلة نفسية من يجيب له أطباء نفسيين. لك هي أمك هون قاعدة، بده أندلسيا، بده سريلانكا، بده شو الملل والنحل التي يأتون بها. الأمر الآخر الغفلة عما في أيدي. اليوم زارني أحد الأخوان الكرام مختص بالبرمجة، إن شاء الله هذا بدي فعله بمركز قيم، عاملين أبليكيشن يعني نظام يطبق على الأجهزة الموبايل، أجهزة النقال وعلى أجهزة الكمبيوتر، من أجل منع المواقع الإباحية. واللي أجمل منه أنه بيقفل لك وسائل التواصل، ما بيفتح إلا بساعة معينة. أنت بتبرمجه إنه بيفتح لك يا أثناء مثلا الصيف، إنه بيفتح لك يا من 10 للـ11 الصبح ومن 6 للـ7 المساء، خلص. وما ممكن حذف هذا البرنامج. قلت والله هذا يجب أن يطبق على الكبار قبل الصغار أبدا، والمتزوجين قبل العزبان، لأنه مجتمع يعني كما ترونه وكما تشاهدون وكما تسمعون. الله عز وجل يعيننا على تربية أولادنا. هذه إنما هي إضاءات للتربية، تحتاج إلى يعني همة وإرادة ومعونة من الله عز وجل. الليلة ليلة تويتر، الليلة ليلة قدر أو مظنة ليلة قدر. جدوا واجتهدوا وشمروا ساعد الجد، لا تفرطوا في دقيقة من هذه الليلة إلا بركوع أو سجود أو تلاوة أو عبادة أو تسبيح أو تحميد أو بذل خير أو بسمة أو صدقة للناس. هذه أيام الخير، لعلنا لا ندرك رمضان آخر. صلاة التهجد تبدأ 2:00، والله كل يوم من أيام هذا العشر الكريم وكأننا في عالم الملكوت، في عالم آخر. الجسد أكيد يعني تعب الجسد، ولكن لا تتألق الروح إلا بتعب الجسد. هي عندهم توازن، لأنه لو كان الجسد مرتاح ما الجسد الروح لا تتألق. يجب أن يتعب الجسد من أجل أن تتألق الروح. وقل ربي زدني علما واسجد واقترب، قوموا إلى صلاتكم.